السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، المرحلة الثالثة ضمن قسم هندسة تقنيات الاتصالات وقسم هندسة تقنيات الحاسوب. حيتم نشر محاضرات على اليوتيوب وذلك على القناة المعطاة لكم طبعا، وذلك لكي تكون دعم إضافي للطالب في حالة نسيان أي معلومة. راح نبدأ وياكم عندنا هاي محاضراتنا. نبدأ وياكم إنه أول موضوع هو عندنا اتفقنا إنه هو اللابلاس ترانسفر. طبعا نبدأ هنا راح نوضح لكم اللابلاس ترانسفر. لابلاس ترانسفورم. طبعا لابلاس الفكرة الأساسية من يمه هو عندنا دالة في هذا الدومين دومين رقم واحد اللي عبارة عن دالة دلالة S، عندنا هنا دومين ثاني طلع لنا دالة S. المعنى الرئيسي انه هاي الدالة راح تتحول الى هاي الدالة عن طريق تحويلات لابلاس. علامة لابلاس هي هاي، بحيث اخذ لابلاس لأي دالة F دلالة لهذا الجزء دلالة T حي تتحول إلى دالة دلالة S. الجزء الثاني يعني هنا راح نحدد إنه القانون العام. قلنا إنه لابلاس هو يعطيني دالة دلالة شنو؟ دلالة S. عن طريق شنو؟ عن طريق لابلاس لدالة بدلالة التي راح تكون عدنا. قانون العام مالته هو عبارة عن تكامل من صفر إلى إنفينيتي لأي دالة كانت عدنا بالرياضيات مضروبة في إكسبونينشال للماينس إس تي للدي تي. طبعا هذا هو قانون العام للابلاس. انتبه، اف للاس يعني دالة راح يطير بدلالة اس، عن طريق اخذ لابلاس لدالة بدلالة التي هاي بدلالة اس، عن طريق دالة بدلالة التي، عن طريق هذا القانون. فلابلاس ايش قال التحويلات؟ انه اي دالة عندي هنا راح اخليها راح وبعدين اكامل الدالة راح تطلع لي، راح تطلع لي دالة بدلالة الاس، راح اكامل نسبة ال ال تي. نجي هنا خلي نطبق، نفرض عندي انه الاف للتي، طبعا مثل ما تعودنا بالرياضيات بصورة عامة انه في المشتقة في التكامل فيبدون بمن؟ بالثابت اللي هو الكونستانت. الثابت هو نفرضه اي، تمام؟ نفرض اي او اي رقم ثاني. ففي حاله انه نطبق القانون، القانون شو يقول؟ اف للاس شو يساوي؟ تكامل صفر الى انفينيتي. شنو الداله مالتي؟ اي، خليها بالقوسين، مضروبه في ناقص اس للتي دي تي. هسه نجي هذا الجزء شلون نكامله؟ راح نكامله عن طريق انه مباشرة اكسبونينشال مباشرة، بس راح يبقى عندنا ناقص جزء. هنا اكو جزء ناقص حتى اقدر اكامله اللي هو ناقص اس. سيجي واحد يقول شلون؟ اقول له يابا انه في حالة عندي واي وهنا واي برايم،
هنا كان عندي مثلا اي لوس اكس، صح يطلع لنا مشتقة اي لوس اكس، والتكامل راح يكون عكس، بس في حالة انه عندي اي لوس اي اكس فعندما اشتق ايش راح يصير؟ اي اي الاوس اي اكس. اذا هذا حتى مكامل يتحول لهذا لازم شو اسوي؟ لازم يكون هذا عندي متوفر. اذا هنا ناقص اس، اذا ايش راح اسوي؟ اضرب في ناقص اس على ناقص اس، ايش راح يطلع لنا؟ التكامل مالتي انه اضرب في ناقص اس على اس، اجي اعوض فواحد على ناقص اس تكامل فر الى انفينيتي الاي، هم استخرجه برا التكامل، اجي ناقص اس اي ناقص اس تي تي تي. راح يجي احد الطلبه راح يقول احنا قلنا انه هو راح تتغير الداله من متغير دلاله تي الى متغير دلاله اس، ليش انا ضربت في سالب اس على سالب اس؟ راح يجي واحد يقول لا ما يصير انا اضرب في متغير على متغير. اقول له في هاي الحاله انا عندي دلتا تي بمعنى انه التغير فقط لهذا الجزء، اذا اي شيء غير التي هو كونستانت، اذا من حقي اضرب في ثابت على ثابت حتى اوفر مشتق، تمام؟ وال يساوي لنا اي على اس و ثابت راح يكون عندي من صفر الى انفينيتي، وهنا اي للاوس ناقص اس تي طبقته، طلع هذا الجزء يم كاملته رجع هذا الجزء، يعني هاي دالة يم اشتقيته صارت بهالشكل، يم كاملته رجعت هالشكل، اذا التفاضل والتكامل متعاكسان، تمام؟ ورا ما اعوض الفترة بالنهاية راح يطلع لي اي على اس. إذن في حالة أنه لابلاس لأي ثابت كان هو راح يكون أي على S، هاي أول شغلة راح تكون ويانا. نجي نباوع المحاضرة، هذا مثل ما عوضنا يمستيب أنه أي على S، نجي نباوع هنا عندنا هذا الجدول، هذا الجدول هو اللي راح نتبعه ضمن محاضراتنا ضمن اللابلاس. في حالة عندنا هنا دالة، عندما اخذ لابلاس فراح تتحول شنو؟ واحد على اس، يعني دالة بدلالة اس. يقول لك في حالة عندك اي واحد اور اي، إذن لابلاس مالته ايش راح يكون؟ هو واحد على اس او اي على اس او اي على اس. يعني في حالة عندك انه كان لابلاس لواحد فهو واحد على اس الناتج مالته، في حالة اي راح تصير اي على اس. اذا شنو معناها؟ معناها انه لابلاس العشرة هو عشرة على اس، وهكذا الى ما لا نهاية. بالإضافة عندنا التي بيقلنا إحنا الثابت، بعدين يبدون هنا متغير، بعدين شوية شوية يزيدون الأس، ثم الدوال المثلثية وهكذا. هاي الدوال فقط المطلوبة من حضرتك كطالب، أنت مطلوب هاي الدوال تعرفها، بدل ما تروح تطبق بقانون عام بالقانون العام فراح تطبق تلقائي عن طريق التيبل، عن طريق يعني مثلا تي لس واحد تي تربيع تي لس ال، أنا أقدر إنه أطبق هذا القانون فقط اعتبره رئيسي بدل ما احفظ هذول التفاصيل. مجرد تي بس ان هو ان فكتوريال على اس للاس ان زائد واحد، الاكسبوننشال اي تي فهو واحد على اس ناقص الاي، الاي هو المعامل التي ينتبع عليها، الكوساين والساين والسينش والكوش، انتبه على هذني التحويلات، هاي التحويلات اللي راح تستخدمها
ضمن محاضراتنا ضمن اللابلاس. ننتهي وياكم بهاي المحاضرة، نتوقف مجرد انه افتهمنا التطبيق الاساسي للابلاس، ننتهي وياكم بالمحاضرة الاولى ضمن اللابلاس. ان شاء الله نلتقي في محاضرات لاحقة، اتمنى لكم التوفيق. بالاضافة اطلب من حضرتكم الاشتراك بالقناة، بالاضافة الى دعم القناة باللايك والمشاركة. شكرا جزيلا.